من أشكال الأداء التمثيلي والعرض المسرحي في الأماكن العامة وفي الفضاءات المفتوحة. الفكرة التي ربما تقودنا إلى بدايات المسرح أو المسرح في أشكاله الأولى قبل أن يستقر على الخشبة. صحيح راوية، وللعراق تاريخ مسرحي عريق، ومنهم مسرح الشارع الذي سيكون حديثنا اليوم. وسعداء باستقبال المخرج المسرحي العراقي علي حسين حمدان مباشرة من بغداد ليحدثنا عن تجربته المسرحية وعن مهرجان الاحتفال والاحتجاج بشارع المتنبي. أستاذ علي، صباح النور. صباح النور، يا أهلا وسهلا. يعني في البداية صراحة السؤال يطرح نفسه لحاله، معناه علاش اسم المهرجان مهرجان بغداد لمسرح الشارع الاحتفال والاحتجاج؟ الاحتجاج والاحتفال. الاحتجاج والاحتفال، به طيب. علاش هالتسمية تحديدا معناه؟ بطبيعة الحال مسرح الاحتجاجي، مسرح الشارع هو بنمطين من العمل، يأتي بالاحتفالي ويأتي بالاحتجاجي. حلو. ولهذا كان المفروض أن هذه التسمية تشمل العنوان بكامله. نعم. طب أخبرنا أكثر لو سمحت عن أهمية مسرح الشارع بحياتنا ومجتمعنا، وإلى أي مدى يعبر عن مشاكل المجتمع، خاصة المجتمع العراقي اللي هو في الكثير من المشاكل، الأزمات السياسية الاجتماعية، وكيف يتفاعل الجمهور العراقي معه؟ بالتأكيد أهمية المسرح، لأنه هو كحاجة جاء حاجة، فكل نمط مسرحي وجوده حتى يتساوق مع الحدث العام بالساحة، فجاء يعبر عن هذه. نحتاج احنا الآن في العراق إلى التثقيف عن مشاكل البلد وفتح زاوية النظر بأكبر مدى على أهم النقاط التي تزعزع الشارع وتحتاج إلى تثقيف وتنوير. ولهذا الآن كانت الحاجة واضحة إلى أن نسوي مهرجان مسرح الشارع، خصوصا المهرجان اللي صار هو المهرجان الدولي الأول في العراق. يعني هالمهرجان الدولي الأول في العراق، أستاذ علي كيفاش توصف لنا الفعالية؟ يعني كيف كانت هذه الفعالية في دورتها الأولى دوليا، وكيفاش كانت المشاركة خاصة من الأجانب اللي كانوا موجودين في المهرجان؟ المفرح أنه كانت هناك فرق من تونس وفرق من مصر، لكن للأسف تعذر على فريق الجزائر الوصول بسبب حادث طائرة، والفريق المغربي بسبب مع الأسف تعذر الوصول. كانت فرق من إيران، وطبعا بالإضافة إلى الفرق الموجودة من كل محافظات العراق. نعم. حقيقة كانت سعادة غامرة أن نستقبل كل هذه الوفود ونستقبل كل هذه الأخوة الأعزاء حتى نتثاقف ونتحاور في مشاكل البلاد ونتنور بما يحتاج إلى الشارع ونبض الشارع أن يتكلم عنه. لماذا اخترتم بالتحديد شارع المتنبي، ومعروف رمزية هذا الشارع بالنسبة للعراقيين، بالنسبة للفن والثقافة، وأيضا هو معروف ب يعني العجقة أو الزحمة التي يتميز بها؟ صح صح، شارع المتنبي وخصوصا كان الافتتاح في المهرجان في شارع المتنبي صباحا، لأنه تعرفين شارع المتنبي هو ظاهرة وهو رأى متنفس لكل العراقيين. صحيح. وبالنتيجة هذا التواجد الكثيف للناس وللمواطنين واللي يتبضعون الكتب واللي يحتاجون الثقافة، أصبح بالضروري أن يخلق مسرح الشارع تماس معهم في هذه اللحظات، وخصوصا إحنا نحتاج أنه يشوف العالم كله أنه بغداد بعد انتهاء حرب وتحرير المحافظات أنه بغداد تعيش حالة طبيعية ومستمرة الحياة بها. طيب، فكان ضروري أن يكونون في شارع المتنبي. صحيح. طيب أستاذ علي، هالرسالة هذه اللي وصلتوها يمكن حتى بدرجة أولى للأجانب اللي كانوا موجودين أو كإعلام، بما أنه بغداد دائما تنبض بالحياة وبالثقافة والمسرح، ولكن أعطينا التفاعل مع الجمهور، مع الناس اللي كانت موجودة، خاصة وأنه كما كانت تحكي راوي أنه الشارع هذا يرمز إلى أنه رمزية كبيرة في بغداد، أنه الناس دائما موجودة فيه. هل الناس بالحق كان عندهم تفاعل كبير خاصة مع عروض يمكن قد تكون
مش من العراق أو عروض أجنبية اللي يمكن بعيد عليهم ما عندهمش عليهم فكرة. كيف كان التفاعل مع الناس هذوما اللي كانوا موجودين؟ يعني ما تتصور قد كانت سعادتي غامرة وأنا أشاهد تفاعل الشارع مع العروض. إن شاء الله دائما نحن نتمنى دائما تكون فما سعادة. الله يخليك، أشكرك. فعلا كان تفاعل إيجابي، وبحيث أنه بعد العروض يأتون المشاهدين والمواطنين يسألون هذا كان الموضوع كذا، هذا كان الموضوع كذا، وهذا وعجبني الممثل الفلاني وعجبني الفكرة الفلانية، فأصبح حوار ثقافي مسرحي أقرب إلى النقد الثقافي في بعض الأحيان للعروض المسرحية. نعم. طيب سيد علي، أخبرنا عن الهاجس الأمني، يعني معروف بأنه أي فعالية يعني يراد أن ينظم لها بالعراق وخاصة في بغداد الهاجس الأمني هو الأساس، حتى أنه الناس بتخاف أن تروح إلى أي مكان في اكتظاظ سكاني خاصة بشارع المتنبي. هل عملتم على العامل النفسي لتشجيع الناس على تخطي هذا الحاجز؟ أكيد صارت، أكيد أكيد. طبعا هناك تعاون من القوى الأمنية بتأمين المنطقة بالكامل، بتأمين كل المكانات، وحقيقة الآن يعني هناك أريحية في شوارعنا، في كل شوارع بغداد أن تتنقل بكل أريحية، والوقت مفتوح لساعات الصباح، من الصباح للصباح ثاني يوم أنت تتحرك بأريحية. الحياة طبيعية جدا والحمد لله والشكر على كل حال. نعم. إن شاء الله إحنا هذا دائما اللي نتمنيه. الآن بعد هالدورة الدولية الأولى واللي قد تكون شهدت هكا نجاح، زعما كيفاش تكون الدورات المقبلة، خاصة وأنه أكيد استفدتوا من هالدورة هذه، خذيتوا النقاط الإيجابية والسلبية، شنية طموحات الآن مستقبلا إلى الدورات الجاية؟ طبعا احنا نتامل انه يكون المهرجان ينفتح على الدول الاجنبيه وعلى التجارب الاجنبيه، لانه كل عروض مسرح الشارع تأتي بنبض المدينة اللي قادم منها، ولهذا رأينا في عروض تونس نبض تونس، ورأينا في عروض مصر نبض مصر، ورأينا في عروض التي من محافظات العراق نبض المحافظات، فنحتاج نلاحظ نبض الدول الأخرى حتى نتثاقف بكل مشاكلنا، ويتعرف الآخر علينا وعلى مشاكلنا، ونتعرف على مشاكل الآخر، وبالنتيجة هو حوار تنويري كبير يفتح المسرح للآخرين. نعم صحيح. يعني المخرج المسرحي العراقي علي حسين حمدان، شكرا جزيلا لك، وكل التوفيق لكم بكل الفعاليات الثقافية ببغداد وكل المدن والمحافظات العراقية. شكرا لكم. أهلا بك. شكرا لي. إن شاء الله دائما نتمنى كل التوفيق لمثل هذه الفعاليات، لأنه صراحة مسرح الشارع واللي أنا كنت عندي تجربة فيه قبل، من أحلى العروض المسرحية اللي تكون معناها بالشارع مع الناس، تحس أنه التفاعل يجيك هكا ديريكت، تحس أنه كل شيء معناها محلاه في مسرح الشارع، طبيعي كتير وحقيقي بيشبه الناس، وكرمال هيك بيوصل. أنا أؤمن دائما تاريخيا المسرح بدأ بالشارع.